31 يناير 17 و2000، المكان مقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا، والحدث خطاب ملكي تاريخي يعطي انطلاقة مرحلة جديدة عناوينها التضامن، الوحدة والعمل المشترك. لا نرغب اطلاقا في التفرقة كما قد يزعم البعض، ستلمسون ذلك بأنفسكم. فبمجرد استعادة المملكة المغربية لمكانها فعليا داخل الاتحاد والشروع في المساهمة في تحقيق أجندته، فإن جهودها ستنكب على لم الشمل والدفع به إلى الأمام. وهكذا كان. مضى المغرب قدما في سياسته القائمة على دعم التعاون جنوب جنوب وتقوية الأواصر المتعددة الأبعاد مع الدول الإفريقية الشقيقة، نهج توج سنوات من العمل الدبلوماسي والشراكات الاقتصادية والمساعدات التقنية التي تقاسمها المغرب مع دول القارة السمراء. وأمام التحديات الكبيرة التي تعرفها القارة، برز المغرب كفاعل أساسي لا يتقن سوى لغة العمل المشترك بعيدا عن كل المزايدات والحسابات الضيقة. نتحدث عن إشكالية الهجرة. جلالة الملك رائد الهجرة للاتحاد الإفريقي يضع أسس مقاربة خلاقة لا تساهم في إيجاد حلول للظاهرة فقط، بل وتعتبر الهجرة عاملا مهما للتنمية. رؤية يجسدها أيضا احتضان المغرب للمرصد الإفريقي للهجرة الهادف إلى تعزيز التعاون القاري والدولي في المجال. وليست الهجرة وحدها من تؤرق شعوب القارة السمراء، لكن تنضاف إليها مجالات السلم والأمن. وهنا نتوقف مع ترأس المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي شهر شتنبر من السنة الماضية. ولتكسب إفريقيا الرهان، كان ضروريا تشخيص حالة الاتحاد الإفريقي أمام التحديات المطروحة. وهنا يشارك المغرب إلى جانب باقي الدول الشقيقة في ورش إصلاح هذه المؤسسة وفق منظور يتجه نحو النجاعة ويعتمد مقاربة معقلنة تنسجم مع انتظارات الشعوب الإفريقية، وسواء تعلق الأمر بالتربية أو التكوين أو التعليم أو الصحة أو الشغل أو الاستثمار أو غيرها من المجالات. يقدم المغرب تجربته وفق رؤية الملكية تضع المواطن الإفريقي في قلب كل الانشغالات. ولمن يدعي أن المغرب يكتب الحصول على الريادة الإفريقية عن طريق هذه المبادرات، أقول إن المملكة المغربية تسعى أن تكون الريادة للقارة الإفريقية. رؤية لقارة تثق في قدراتها حاضرا ومستقبلا. وتتوالى الإشادات بالمبادرة الملكية السامية التي تهدف إلى دعم عدد من الدول الإفريقية في جهودها لمحاربة جائحة كوفيد-19. جانب من هذه الإشادات نتابعه في التصريحات التالية. Vous savez que le Maroc est quand même notre dernier rempart. أنتم تعلمون أن المغرب هو مدخلنا نحو أوروبا، وهو مفترق طرق تجاري بين أوروبا التي هي جارة قارتنا وإفريقيا الشمالية وإفريقيا جنوب الصحراء. إذن بهذا الموقع المركزي وبالتجربة الكبيرة، المغرب هو حلقة قوية في السلسلة الجهوية والدولية. هناك أيضا فضاؤنا الكبير إفريقيا الغربية، وخارج هذا الفضاء هناك جهات بدأت تتاجر منذ زمن بعيد مع المغرب. وعندما تذهبون إلى بعض المدن المغربية يقولون لك إن المسافة من المدينة الفلانية إلى تومبكتو هي 100 يوم. هذا يعني أن العلاقات التجارية قديمة، ولكن مع المنظور الجديد لبلداننا والتطور علينا أن نستغل ميزاتنا ونتقاسم تجاربنا الناجحة. التنمية هي ظاهرة عالمية، ومن هذه الوجهة علينا أن نشد العضد بكل تضامن ونعول على قواتنا. فلا يمكن أن نتطور إلا بأنفسنا وبأفكارنا، ولن يأتي أحد ليدفعك إلى التقدم، بل يجب أن تتقدم بنفسك. إنها مبادرة ذات مصداقية بالنظر إلى الوضعية الصحية الخطيرة التي يمر بها العالم أجمع. إذن لا يمكننا إلا أن نشيد بهذه المبادرة،
وكما قلت عند استلامي هذه الهبة، هذه ليست مفاجأة بالنسبة لنا، فالتضامن القائم بين المملكة المغربية والنيجر قديم. لذلك استقبلنا هذه الهبة بفرحة كبيرة، وأبلغنا سفير جلالة الملك بذلك عندما تلقينا هذه الهبة المهمة جدا والتي تعني الكثير بالنسبة للنيجر في مواجهة فيروس كورونا.